زاري بورا بلا خبر لسان سوا شوكا بلا خبر ريحا بلا خبر بوني قورا او لونا رنجي قورا ولو بنعب نوم بالا بنو سنيبي او اكل كريه يانشتشي ناخوش خوارد بي بياسي خوارد بي او طول السكوت يان لميش بخوي كركرد بي او كثرة كلام يان قصي زور قوت بي اد يا رب هندش تامي دوي تكسي كده زاني او سواك خير لو تغير اوانا للخبر الصحيح السواك مطهرة للفم مرضاة للرب هذه سكا اوها مطهرة اي بكسر الميم وفتحها مطهرة ومطهرة هو دولاي هاتيا مصدر ميمي أقب فتح بي بمعنى اسم الفاعل من التطهير بمعنى مطهرة أو اسم آلة أقب مطهرة بي للفم آلة فمية أو اسم آلة أو براوة للفم أو التتمي حديث كيا السواك مطهرة للفم مرضاة للرب سبب الرزامن دي أخوائي قوري ويتأكد في مواضع أخر لتنزي قايدي كش سواك سنة شندر نزيغا كان كقراءة قرآن قرآن خويندن أو حديث حديث الشريف أو علم شرعي منهاج تعفى أو آلته ين آلت بوشنع السرف أو ديسيا وكذكر وذكر خوايبك سوا شبكا كالتسمية أول الوضوء لأول دسمية جاءت بسم الله ناكي إيه أو بسم الله إيش أو سوا شبكة كالتسمية أول الوضوء أو هاي حاشيه جوا عليه فيستحب السواك قبل التسمية في الوضوء أدي أدي أو وبعد غسل أدي ويلدي لو تدو سوا يقولوا بسم الله يشلو دسمه كالتسمية أول الوضوء ولدخول مسجد لتي مزقبته ولو خاليا با مزقبته كتسولش بي ومنزل لتي خاني وبرش دادا نشي ولو لغيره با خاني خوش النبي خرش بي سوا شبكا ثم يحتمل تقييده بغير الخالي خاني كا مزقب قطبان سولش بسوا شبكا بران خاني هنجي ويا اگر عاوداني لابو عوز سوا شبكا اگر سول بو سوا شبكا لو خاني وبرو مزقب فرقي سيا ويفرق بينه وبين المسجد فرقي هيا بأن ملائكته أفضل ملائكة مزقب دي قورتر إن ملائكة مهران فالروح رعاية وان كرايا كما الروح بكراهة دخوله خاليا لمن أكل كريعا هذه أقل كابراء أكسيري بيازي خوارد بين بس تنامز قبتة كسي شيلي أنا بخرابة لبا ملائكة كان برنا أقل خانية بتسول بي كسي تيدا نبي سيري بيازي شد خوارد يبونا كهلو خوتا إذ ملاحظة ملائكة تاني بينا بخلاب غيري غير مزقبتي ويحتمل التسوية احتمال شيء هي بري مزقبت وخاني بري وش يكبي والأول أقرب أول أقرب ترى مزقبت خارج بي سوا شبكة إماران خارج بي سوا شبكة ولإرادة أكل قول بجتيب خوي سوا شبكة أو نوم من قول ببنو سوا شبكة والاستيقاظ منه تازل خبي هستاي سوا شبكة وبعد وتر فاشي وتر سوا شبكة وفي السحر بيانيا وعند الاحتلال لحين مردنا يقفت كرا سوا شبكة وللصائم بروشيش بي قبل أوان الخلوف فيش أوي كتامي داويدا قوري كذا كبعد الزوال الخلوف أو تامانا الصار دكا تام صار دين أو دوي خلوفا أوش باش نوراني دي أو تاما وزي يعني فيش باش نوراني ما نعطى الزوال يتصع الدواست ندبه للذكر الشامل للتسمية دمين إنما نقول لو همو الذكر إخواي أتو سوا شبكي باشا بسم الله يكرش ذكر إخواي طبعا أوش ذكر إخواي بعدم دبي لو بسم الله سوا شبكي مع ندبها لكل أمر ذي بالي
دقال عندي تسميش سنتها لو همشتا چي ساعب ببركات الشامل اللي سواكي سواكي دبي بسم الله لوبكي سواك سنة لو بسم الله بسم الله سنة لو سواكي معنى سواك سنة لو سواكي او ايلي ديتوا يرزمه دور ظاهر دورة چي ظاهري تيدا لا مخلص عنه ناتو أن يخل يقتاركي إلا بمنع ندب التسمية له إلا أقبري سواك بسم الله ناري منعي سننوي تسمية لبو سواك لو سواك بري سواك كردن بسم الله ناري أقرأتو بسم الله لو أو سواك مكين دبي لو أو بسم الله إيش سواك مكين أو هاي لذي دورة تسلسل لازم ويوجه ويوجه توجيه ذكري له بأنه حصل هنا مانع منها برمانع لتسميه مانع كثيرة وهو عدم التأهل لكمال النطق بها أو شخص هذه ويوجه بأنه حصل هنا مانع منها مانع لتسميه مانع لبسم الله بلغ بلغ بسم الله مكان أو سواك تي مانعك هو عدم التأهل لكمال النطق بها أي تأهل نوى لو كمال النطق بلغ بلغ. أو شخص أعمادين يبوك ويوجه نطق بك بسم الله لأنه لا يتأهل لذلك إلا بسواك حتى سواك النكي نامي تعمر زبالك بس سواك كرني أو زعمر زبالة نقول ما أنا تاس سواك نكي كمالي نطق نية بو بسم الله كنكي من نطق جوان نية نطق كمالي نية تاس سواك نكي نطق كمالي لأنه لا يتأهل لذلك اللي بو كمالي نطق إلا بس سواك كنكي إلا بس سواك كي إيه وزو سواك تكل بسم الله أو بيش وقت بينك ويسن أن يكون باليمين بدست الرأس نبي مطلقة عمودمي لو لأنها لا تباشر القذرة دست الرأس لا تباشر القذرة أدي خناقة تشتي بلزت مثلا سواك كاو لجوري برن بخينيش دابي أن شتا تشبي شتي خراب بدست تشوفا بي بدست تشوفا لبرزي أقر قذيري شلنا ودوي دابي تشتي ناشير نوخين وشتي او هابي خود استد بناكي بس يواجه قيدناك لأنها لا تباشر القذرة مع شرف الفم دوي شتشي شريفة الوشتي شريفيش هذي لو مزقبتي اتوب هم زارب لاي راستي ناسي اوش اوه وشرف المقصود بسواكي اي مقصود بسواكي اشتيا ياندس نيجا ينويجا اوانيا اوشتي شريفة وأن يبدأ بجانب الفم الأيمن فيشان الأوها أو لا فيشان سواك بكا وينبغي أن ينوي بسواك السنة في وستا بري أمنو سواكي لكم لو سنتاتي نقل إلى مزرد لو دو خاوين كالنوعي كالنسل بالجماع كو جماع لو سوا سنة كابرة بنيتي نسل بكا أو أوها بنيتي سنتاتي بكا الجماعة موابي ويؤخذ منه أن ينبغي بمعنى يتحتموا ما دام موابي قياس لست جماع كرا ينبغي بمعنى يتحتموها أدي يتحتموا يعني واجبة واجبة كسيه ابن قاسم دري أي لحصول الثواب بل لحصول أصل السنة تحتم كان لبار سنة تاتيها يعني كان جي سنة تدلو حاصل دبي سنة سواتي اگر نيتي سنة تاتي بيني اگر حلو دو خاوين كنو بي سنة تكن هذا اگر نمعنى من يقول احبار دبي يتحتموا يتحتموا لحصول اصل السنة ينبغي بمعنى يتحتموا حتى لو فعل كابرا كردي ما سواك شكرت لم تشمله نية ما سن فيه نيتي أوجتي أوي كتي سواجي تدا سنتا لبيش دا أو نيتي نينا بلا نيتي سنتي سنيتي سنتي نبود تنيالو دو باكر نوايبو لم يثاب عليه وأن يعوده الصبية
واباشا سواكي فيري من دارانيش بكي باشا ليألفه وبألفتي بيبقري وعن يزعل خنصره وإبهامه تحته خنصره إبهامك إلى من وذابنه أو خنصر أو إبهام وأن يزعل خنصره وإبهامه تحته والأصابع الثلاثة الباقية فوقه تواضع وأن يبلع ريقه أول استياكه لأول سواكي خزيكي قود داتوا إلا لعذر إلا قبر دار ببشتيه وهابوبا فربدا وأن لا يمسه نيمجي وأن يلعه فوق أذنه اليسرى سواك كلا دعائي ألا رضا بني وأن يلعه سواك ألا رضا بني زيقايا كي هذا يبني أول سنة لو حديث شيليا لخبر فيه وقت داعا بالصحابة رضي الله عنهم صحابة كان جماعة عندك فإن كان بالأرض هدي قال عردي بو مثلا مشي ذاك لأن العردي دانش بو نصبه ولا يعرضه باو هذا عردي بتسقيني لعردي بتسقيني فانو فان دانني نقول لي شركاني بيز دبي بخور دبي أو هب سقيني وأن يغسله قبل وضعه زوزو بيشوى كما إذا أراد الاستياك به ثانيا مثلا أقول زاري دوم حصل لي بسيوى شيوكا يقوم أو شي بيداكا أبدا سيوى شيوكا زور تامي خوش دا بسيوى قلت شي أي بيداكرا وقد حصل به نحو ريح مثلا بوني بنا خوش دا بشتي أوها هنجي أو شي دي بيداكا ولا يكره إدخالهما أو وضوئه او اولو دسمه جيدانه مسينه سياك سيواشي لناوش دانه هيد زلرين يخرابنيا اي الا ان كان عليه ما يقدره الا اگر نوان بي سواكك انت عامش تفيو بي او كي تامي دا قرار انا ناشيني دا كل كما هو زاير وان لا يزيد في طوله على شبرين تقريبا اون دا بي لو اندي سيات النبي على شبرين وان لا يستاك بطرفه الاخر بلايش سواك تكد بلاي دي كمكا نخو بلزد دبي بيز دبي قيل لأن الأذى يستقذر فيه بلزد دبي وهو بسواك الغير بلا إذن ولا علم رضا بس سواك عالم دا عمل بينيت رزامن دي شي نبي حرام حرام أدي أقزاني رزامن دي هيا وإلا فخلاف الأولى هر بلزد خوشنيا هر كامو كاتش ويا إلا للتبرك لو تبرك بي كما فعلته عائشة رضي الله عنها ويتأكد التخليل أثر الطعام ناند خوارد بدار كشقاتي اشتاكي أوها داني خب كوروا قيل بل هو أفضل هم دقدرين أو قولت رل سواشي لو للاختلاف في وجوبه سنشي هم دقدرين واعزبا ويردو أو سمردودة بل سنشي اختلافي تدا ما دام لسواكي قولت رأى بأنه موجود في سواكي أيضا سواكي اختلاف لوجوبه هي مع كثرة فوائده سواك فوائد قل الزورة التي تزيد على السبعين حفتا فائدة زيادة ولا يبلع ما أخرجه بالخلال أو زاعوي كبدارك وأنا دين تدري طعامي لمن تداني باقودنا ذاته فربدا بخلاف لسانه بس أي بزمان أخو أو على نود داران درديني بنشان عالمنا دراس قداته لأن الخارج به أي بزماني يغلب في عدم التغير أغلب وين أقول صلى الله على سيدنا محمد أورد درس شيء زور بو خوش شو ما نقول أحسن يجوا يرجو إن شاء الله إن شاء الله كل ما أوقف سؤالي لي وأن يبلع ريقه أول استياكه لأول استياكه أول سواك شو شيء سواك شنو ده يخونه خزيك قد هذا أو يعني دورانه بركة عندي يعني دوم كرانه ها أو قيد أول استياكه قيد احتلال لدوم راسين رانه مثلا هانجي سنة دي يعني إلا زالية كم سنة أو يبكش لني الله شيء سخرجني